مش عارف أقرأ كلمة ولا أقول مشاعري وأقول يعني إحساسي باليوم ده. ف يعني عايز أقول أنا من الناس اللي حضرت الأحداث وشافتها وهي بتتعمل، يعني شفت الأحداث وهي بتترتب بشكل أو بآخر يعني. وزي ما انتوا شفتوا كده، يمكن تحت الاحتفال كله وكل البرنامج بتاع النهارده بيعكس حاجة واحدة بس، إن مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا ومهما كانت الظروف الصعبة اللي احنا بنواجهها، بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور بتعدي. في تمن زي ما اسم الندوة النهاردة، التمن، في تمن، تمن كبير قوي الدفع. والتمن ده في أسر، أنا دايما أقول الكلمة ديت وتكراري له هو عرفان، تكراري للكلام هو عرفان، عرفان للأسر اللي موجودة معانا دلوقتي واللي حتى مش موجودة. إن التمن ده تمن كبير جدا عندكم، وكمان كبير جدا عندنا، عندنا كلنا مش عندنا بس، أفتكر يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على التلفزيون وبيشوفوا المشاهد ديت، بيحسوا قد ايه ان في تمن كبير قوي اتدفع عشان البلد دي تبقى في امن وامان وسلام.